فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجز، هذا بالنسبة لصلاة المخالفين. نعم، ليس معناه التخفيف المخل، وإنما المراد أوجز هذا بالنسبة لصلاة الذين يطيلون الصلاة مخالفين للسنة. نعم، ولذلك قال فيه تمام، ما هو أوجز فقط بل فيه تمام. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم كما سبق. نعم. قال: فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته ولا أتم. نعم، هذا هو المراد بالأوجز. لا يأخذ هذه اللفظة بعض أهل الأهوى فيتلاعبون بالصلاة ويقول نحن نوجز. نعم، كما أوجز النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس رضي الله عنه قيد هذا، قال فيه تمام. نعم، إيجاز مع تمام، لا إيجاز مع إخلال. ومن ذلك أنه كان يعتدل ويطيل الاعتدال من الركوع واقفا حتى يقال إنه قد أوهم، ويطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقال قد أوهم إنه قد أوهم. ليس المراد بالإيجاز أنه كان يحذف الصلاة حذفا ويتخلص منها، وإنما المراد بالإيجاز مع الإتمام. نعم. قال: فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عادة إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. هذا تفسير للاعتدال وللإيجاز والإتمام، كأن الشيخ رحمه الله يحمل الإيجاز على إيجاز القيام ردا على الذين يطيلون القيام، والإتمام يحمله على إتمام الاعتدالين من الركوع والسجود، لأنه يكثر من يخل بهما. نعم. قال: وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم.